إلى النصر. في جانب آخر، اليوم أعلنت إدارة النصر، بقرأ الخبر اللي جاء من اللجنة الإعلامية بالنصر كما جاء، أعلنت إدارة نادي النصر اليوم عن قرار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس هيئة أعضاء شرف النادي بالدعوة لاجتماع في يوم السبت 19 من شهر شوال، بعد شهر شوال الموافق 17 من سبتمبر 2011. كما بيّنت الإدارة أن سموه أوضح بأن رسوم العضوية عضوية الهيئة سيكون 200,000 ريال على دفعتين سنويا بدلا من 400,000 المعتمدة سابقا، عملا بالاقتراح المقدم من قبل المكتب التنفيذي للهيئة على أن يتم اعتماده بصورة نهائية بالإجماع القادم من قبل أعضاء أو ما يتم الاتفاق عليه خلالها بإذن الله. وقد فتحت الإدارة باب تسديد الرسوم للأعضاء السابقين أو للتسجيل في الهيئة من قبل أعضاء الشرف أو برفع طلب الاشتراك بها لمن لم يكن ضمن الخيارين السابقين من الآن وحتى السبت 12 من شهر شوال، ليتسنى إرسال محضر الاجتماع للأعضاء بفترة كافية. وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير فيصل بن تركي بالتواصل مع جميع رجال النادي ومحبيها الداعمين سواء السابقين أو الحاليين لمعرفة أراهم وطلعاتهم المستقبلية والكشف عن السياسة المتبعة من قبل الإدارة لهم. فقد قرر سموه الدعوة لاجتماع شامل بين إدارة النادي وأعضاء شرف النادي في يوم الأربعاء 17 من رمضان باشتراك رمزي هو 10,000 ريال، يتم تسديده اعتبارا من يوم السبت القادم 23 من رجب وحتى يوم الاثنين 15 من شهر رمضان، راجيا من جميع من تهمهم مصلحة الخيال. أنا حقيقة قاعد أقرأ مثل ما هو عشان إذا أنت فهمت توضح لي. هذا نهاية عادل لو سمحت، النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة. طيب الاجتماع الأخير أنا توقفت عند حقيقة بس والله ما حرصا يعني من رئيس النادي. طيب حرصا من هو وجه دعوة لاجتماع يجمع الإدارة بأعضاء الشرف في يوم الأربعاء 17 من رمضان، طيب باشتراك رمزي هو 10,000 ريال، يتم تسديده اعتبارا من يوم السبت القادم. اشتراك الاجتماع يعني مو واضح مولا. أنا والله ما أعرف، أنا وصل كما هو وأقرأه، حاولت استفسار ولكني لم يعني أنجح في الوصول لي. يمكن الصيغة فيها شيء، أنا بأترك لك التعليق بشكل عام. هو في البداية يعني بشكل مجمل يعني جيد أنه يكون في اجتماع لأعضاء الشرف، جيد أيضا أن يكون هناك إعادة نظر في موضوع الرسوم، لأن حقيقة يعني مبلغ أعتقد 200,000 ريال في السنة الواحدة، كان 400، كان 400 صار 200,000 يعني كل 6 شهور 100,000. أعتقد أنه مبلغ يعني معقول إذا أي عضو شرف يعني سيد هذه الهيئة أعضاء الشرف بالضبط كان مثار يعني نقاش وخلافات كثيرة مبلغ تحديد مبلغ 400,000 أو حتى موضوع أنه تحديد الرسوم من دون ما يكون هناك اجتماع مع أعضاء الشرف للاتفاق على مبلغ معين. لكن في الأخير يعني مبلغ 200,000 في الموسم مقسم على دفعتين، أعتقد أنه مبلغ يعني بالنسبة كعضو شرف يحمل عضوية شرف نادي كبير مثل النصر يعني مبلغ ضئيل يعتبر. طيب. ولا يعتبر يعني ذاك المبلغ الصعب. ما فهمت مسألة 10,000 أنت. مسألة 10,000 رئيس النادي دعا لاجتماع ابتدائي. اجتماع بين أعضاء الشرف وإدارة النادي، يعني التواصل بين إدارة النادي وأعضاء الشرف، اجتماع تمهيدي في رمضان. باشتراك رمزي و10,000. رسوم 10,000، ما أدري هل هي دفعة مقدمة مثلا للأعضاء اللي يحق لهم حضور اجتماع لاحق أو أنه صراحة مش واضحة لي. أنا ما المبلغ 10,000 محدد للاجتماع هذا فقط، ما أعتقد يعني فيها غموض النقطة هذه. إنما بشكل عام أنا أعتقد أن أي إدارة نادي تبحث عن إنجاز أو عن رسم خطط تحقق لها البطولات، نعم، يجب أن لا تعول كثيرا على موضوع أعضاء الشرف. موضوع أعضاء الشرف في فترة زمنية معينة يمكن كان ضروري أو وجود فاعل، لكن الآن حتى لو كان وجود مساند بشكل جيد للإدارات، لكن ينبغي على أي إدارة أن لا تعول كثيرا على دعم أعضاء الشرف. وأن بالنسبة للموضوع هذا أعتقد أنه كان فيه فكرة نصروية، وهذا المفروض أنه تعمل في جميع الأندية، تفعيل بطاقة العضوية، بطاقة عضوية النادي. كان هناك فكرة يعني مبدئية بين نادي النصر والشريك الشركة الراعية الاس تي سي بتفعيل بطاقة العضوية، يعني هذه أتوقع أنها خطوة حتكون لها فعالية كبيرة. طيب. لو افترضنا أن سوقتها الشركة، نعم، وحصل النادي مثلا على، نعم، أو وزع 100,000 بطاقة عضوية من 300 ريال اشتراك سنوي، طيب، راح يكون مبلغ 30 مليون ريال للنادي. هذا مبلغ أعتقد أنه سيدعم الخزينة وبطريقة، لكن طيب، يشترط عملية تسويق لها ووصولها حتى مع الفواتير تستحصل عليها الشركة. طيب.